خليني عايزة أروح للعالمين. أنا أول ما تيجي صورة العالمين ببقى مبسوطة، يعني بحس شوية هوا كده يجوا علينا، وبحس إن هي يعني المدينة الساحرة الجميلة الجديدة اللي انضمت للخريطة المصرية وانضمت وبقت موجودة، هي شكل كده الجمهورية الحديثة وشكل الأبراج والناس وسعادة الناس عامل بهجة. تستعد المدينة الساحرة العالمين لاستضافة بطولة جديدة لسباقات الهجن بمشاركة يعني هجانة من كافة المحافظات، وطبعا اليوم بدأ استقبال طلبات المشاركين في البطولة، وده شكل هيكون جديد عندنا. البطولات دي على فكرة يعني منتشرة في منطقة الخليج بشكل كبير جدا، لكن جميل ان هي برضو تبقى موجودة عندنا في مصر. هيستمر ده الى مساء غد الخميس تمهيدا لإعلان موعد البطولة الجديدة وانطلاق الفعاليات. السباق هيكون على أرضية ميدان سباقات الهجن بالعالمين، واللي بتقدمه دولة الإمارات العربية هدية لمصر لدعم رياضة سباقات الهجن. طبعا ده شيء جميل زي ما قلت لكم، هو موجود ومتاح جدا في دولنا العربية وبالذات كمان في الإمارات، الحقيقة ليه مكانة كبيرة جدا. المداخلة خلينا نروح مع الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ، واحنا سعيدين ببطولتكم علينا ان شاء الله. اهلا وسهلا، كلمنا على هذا السباق ورياضه الهجن، وطبعا الامارات سباقه ودايما رياضه الهجن موجوده فيها، كلمنا على هذه الهديه اللي هتبقى موجوده في العالمين. والله اولا حاجه بنشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الخطوه الطيبه من دوله الامارات وانشاء مضمار في مدينه العالمين والتلوم. هذا يعتبر اضافه جديده لرياضه الهجن بالاضافه الى مضمار شرم الشيخ ومضمار العقيق. تمام. اللي بيشاركوا في رياضه الهجن اصبحت مصر كلها بتشارك اليوم. عندنا 17 محافظه وعندنا 1200 مشارك. عندنا قبائل مصر 23 قبيله من اكبر قبائل مصر بتشارك في البطوله دي. عندنا شباب مصر كل اللي بيجي ببص على هذه الثقافه الجديده، الرياضه الجديده اللي بدات تظهر ازدهار كبير في مصر، وكان اكبر يعني لها ازدهار كانت بزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترك اثر وصدى كبير في قلوب ابناء القبائل في شرم الشيخ. الرياضه اصبحت رياضه تنمويه ثقافيه اقتصادية، بدأت تجيب للناس من برا السياحة لمصر. بدأت ابناء القبائل في عمق الصحراء اصبح مصانع جوا الصحراء، الناقة المنتجة اصبح كأنه مصنع في قلب الصحراء. الجمل الابناء الصغير اول ما بتولد وعمره سنة سعره ممكن يوصل لمليون و2 مليون جنيه لما يدخل في أرضية الميادين. فالحمد لله العالمين يعني من امس فيها اقبال كبير من محافظات مصر كلها، وانا بتابع وبسهل لهم كل التسهيلات وبتصل بالمحافظين وبتصل بالمعابر لتسهيل مرور الهجن ووصولها الى العالمين. أكيد أنا بشكرك وبنتمنى التوفيق لهذه الرياضة وإن هي تبقى موجودة في العالمين. العالمين الحقيقة مفتوحة لكافة الرياضات اللي بتبقى موجودة، لأن فيها يعني فيها كل الإمكانيات اللي ممكن تساعد على وجود أنواع مختلفة من الرياضات. الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، بشكرك شكرا جزيلا.